أحباء الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ اليوم سوف نبدأ مع درس جديد وهو أكتب جملة الجمع، صفحة 46. في هذا الدرس سوف نتعلم كيف نكتب جملة جمع. أما المصطلح الذي سوف نتعرف عليه هو جملة جمع. الأدوات التي نحتاج إليها أثناء مشاهدة هذا الفيديو: قلم رصاص وممحاة، كتاب الرياضيات أشكال وأرقام الجزء الأول، مكعبات أو أي شيء مشابه. هيا يا صغاري لنبدأ مع فقرة أكتشف، صفحة 46. أستخدم المكعبات لأمثل المسألة، أرسم دوائر لأبين عملي، أكتب عدد الكل. تتألف عائلة يوسف من 3 صبيان واثنان بنات. ما عدد كل الصبيان والبنات في عائلة يوسف؟ والآن يا صغاري أريدكم أن تمثلوا هذه المسألة بالمكعبات، ومن ثم تمثلوا المكعبات بالدوائر، وبعدها عليكم أن تكتبوا عدد الكل. ولكن هناك ملاحظة صغيرة: على جهة اليمين نضع المكعبات التي تخص الصبيان، وبجانبها نضع المكعبات التي تخص البنات. إذن هيا يا صغاري ابدأوا. والآن ما رأيكم أن نحلها معا؟ هيا. تتألف عائلة يوسف من 3 صبيان. نضع في خانة الصبيان 3 مكعبات: 1، 2، 3، واثنان بنات. فلنضع بخانة البنات مكعبان: 1، 2. والآن علينا أن نمثل هذه المكعبات بالدوائر: 1، 2، 3، 1، 2. ما عدد كل الصبيان والبنات في عائلة يوسف؟ هيا يا صغاري نعد الدوائر كلها معا: 1، 2، 3، 4، 5. عدد الكل 5. أحسنتم يا صغاري. ننتقل الآن إلى فقرة أفهم، صفحة 47. قرصان اثنان وقرص 1. ما عدد كل الأقراص يا صغاري؟ هيا نعد الأقراص معا: 1، 2، 3. عدد الكل 3، وهذه 3 كما تعلمنا في الدرس السابق نسميها المجموع. 2+1=3. رددوا معي: 2+1=3. صغاري هل تعرفون ماذا نسمي 2+1=3؟ نسميها جملة جمع. 2+1=3 هي جملة جمع. رددوا معي: جملة جمع. نبدأ مع أتحقق، صفحة 47. أجمع أحوق جملة الجمع المناسبة. لدي يا صغاري مجموعتان من الضفادع، هيا نعد المجموعة الأولى معا: 1، 2، 3. في المجموعة الأولى 3 ضفادع، هيا نكتب العدد 3 فوقها. كم ضفدع في المجموعة الثانية؟ هيا نعدها معا: 1، 2. في المجموعة الثانية ضفدعان 2. 3+2 كم تساوي يا صغاري؟ دعونا نعدها كلها معا: 1، 2، 3، 4، 5. المجموع 5. والآن ابحثوا عن جملة الجمع المناسبة لهذه الصور. هيا يا صغاري أي جملة علينا أن نختار؟ 2+1
يساوي ثلاثة أم ثلاثة زائد اثنان يساوي خمسة أم أربعة زائد واحد يساوي خمسة؟ أحسنتم! الجملة المناسبة ثلاثة زائد اثنان يساوي خمسة، لأن لدينا مجموعتان، في المجموعة الأولى ثلاثة وفي المجموعة الثانية اثنان، والمجموع هو خمسة. ننتقل إلى السلاحف. هيا يا صغاري، عدوا كل مجموعة واكتبوا العدد فوقها، ثم حوقوا جملة الجمع المناسبة. ابدأوا. والآن ما رأيكم أن نحلها معا؟ هيا، كم سلحفات في المجموعة الأولى؟ في المجموعة الأولى سلحفات واحدة. أحسنتم. وكم سلحفات في المجموعة الثانية؟ واحد، اثنان، ثلاثة. في المجموعة الثانية ثلاث سلاحف. أي جملة جمع هي المناسبة يا صغاري؟ رائع! واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة، وذلك لأنه في المجموعة الأولى سلحفات واحدة وفي المجموعة الثانية ثلاث سلاحف، والمجموع هو أربعة. أحسنتم! نكمل مع فقرة أتحقق. السؤال التالي: أجمعوا أكتب جملة الجمع. هيا يا صغاري، سأعطيكم بعض الوقت لكي تكتبوا جملة الجمع المناسبة لهذه الأقراص. ابدأوا. والآن ما رأيكم أن نكتبها معا؟ هيا نعد المجموعة الأولى من الأقراص. واحد، اثنان، قرصان اثنان. ماذا نكتب داخل هذه الدائرة يا صغاري؟ أي رمز سنكتب؟ أحسنتم. زائد. اثنان زائد، هيا نعد الأقراص الزرقاء. واحد، اثنان، أيضا اثنان. وماذا علينا أن نكتب الآن؟ أي رمز يا صغاري؟ يساوي. إذن اثنان زائد اثنان كم تساوي يا صغاري؟ هيا نعد الأقراص كلها معا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. المجموع هو أربعة. تلاميذي الأعزاء، عليكم إنجاز فقرة أتمرن صفحة 48. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا لكم يا صغاري، وإلى اللقاء في درس جديد.